السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة. مرحبا بالناس جداد اللي يدخلوا عندي. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو والجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غنقدم لكم طريقة عمل كيك الطائرة اللي يمكن لكم تحضروها لأي شخص عزيز عليكم، خدام في هذا المجال أو مسافر أو للوليدات الصغار اللي كيحماقوا على الطائرات. غتشوفوا معايا كيفية عمل الطائرة وكيفية تغليف الكيك بلون سماوي مع كيفية عمل السحاب. نبداو بسم الله. أول حاجة غنقادو هي الطائرة، لأننا خاصنا نخليوها شوية تنشف. من الأحسن نخدموها بعجين خاص بالمجسمات اللي دغيا كيشد فراسو، أو إلى عندكم العجين العادي كتزيدوا عليها بودرة سي ام سي باش دغيا كتوقف. بهذه الطريقة غنحتاجو عجين أبيض وأزرق أو أسود حسب اختياركم. غنقادو الجزء الأول بهذه الطريقة، ركزوا معايا. نوركو عليها بالأصابع ديالنا باش نعملو مكان النافذة الأمامية بهذا الشكل. الناس اللي كيسولوني على شنو هو الدور ديال بودرة السي ام سي، بودرة السي ام سي هي اللي كتخلي العجين ينشف بسرعة، كتصلب ما كتبقاش رطبة، باش نقادو بها بحال هاد المجسمات أو الورود. نعاودو نسرحو العجين، ثم غنقادو الجوانب الأمامية ديال الطائرة، يكونوا متساويين كما كتشوفوا معايا. كنحطو وحدة على وحدة باش نعبروهم ويكونوا قد قد. نفس الشيء غنديرو للجوانب الصغيرة اللي غتكون في الوراء. وهذا اللي درت على شكل مثلث وقطعته من الفوق، هو اللي غيكون فوق ظهر الطائرة. وهادو هما المحركات ديال الطائرة اللي غيكونوا على هذا الشكل، اللي غادي نحطوهم اسفل الجوانب الامامية. لاحظوا معايا او غتفهموا اكثر، واللي ما فهمتش شي حاجة تخليها ليا في التعليق. بعد ما سرحت العجين الازرق كناخذ منه ثلاث اشرطه رقيقه باش نزينوا بهم الاجزاء بهذا الشكل، كنلصقوهم بالماء. بعد الانتهاء من كل الاجزاء كنرسموا النوافذ ديالها. انا غرسمهم بالفرشات وملون بودره مع قليل من الماء، او تقدروا ترسموهم بقلم خاص بعجين السكر او تقادوهم بعجين السكر. بعد ما رسمتهم غنخليهم ينشفوا شويه وغنلصقوا كل اجزاء بقليل من الماء فقط بهذا الشكل كما غتشاهدوا معايا. الطريقه راها واضحه. نمروا هاد الاماكن باوراق باش ينشفوا واقفين ومقادين، كل ما خليتوهم ينشفوا اطول مدة غيكون احسن. انا خليتهم ليوم كامل. وهذه هي الطائرة بعد ما وجدات. ندوزو لتغليف الكيك. ها هي الكيك بعد ما خرجتها من الثلاجة، خدمتها بجينواز شوكولا وكريمة الجبن كيف العادة.
كما كتشوفوا معايا في الفيديوهات السابقة. غنخلي لكم الروابط أسفل الفيديو. أول حاجة خديت هي عجين أبيض وعجين بلون أزرق وخلطتهم بهذا الشكل باش نحصلوا على لون رخامي بين الأبيض والأزرق بهذه الطريقة، ما كنخلطوهمش بزاف. هكا كنحصلوا على لون سماوي. كنسرحوا العجين كيف العادة ونملسوها. ونغلفوا الكيك بهذا الشكل. نزيل الجوانب ثم نعيد التمليس حتى تستوي جيدا بهذا الشكل. والباقي من العجين غنغلف به الجوانب كما غتشاهدوا معايا. والان غنقادو السحابات. كناخدو عجين ابيض نعملو منها دوائر صغيره بهذا الشكل. بعد الانتهاء كنقومو بتلصيقها بالماء ونحطوها بهذا الشكل حتى كنحصلو على سحابه. ونلصقو الكل، ثم في الاخير كنحطو الطائره في الوسط. كما كتشاهدوا انا جاتني خارجه شويه من الجوانب، غنقصها فقط بالمقص. والان الكيك ديالنا جاهز وقابل للطيران. يلا اللي بغى يدير شي دويره. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحلقه. الى اللقاء في امان الله. شكرا للمتابعه. تابعوني على الانستغرام والفيسبوك، روابط اسفل الفيديو. شكرا لكم.